صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان يصلي نافلة وذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه؟ إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في قراءته صلي عليه سرا. وأما أنه يسمع واحد خارج يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه الصلاة. نعم.